صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل آية فيها قول لقد تكون للقسم والتأكيد، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ ما في شك أن اللام لام القسم، وقد في هذا الموضع للتحقيق، لأن قد تأتي للتحقيق، وقد تأتي للتكثير، وقد تأتي للتقليل، تستعمل ثلاثة استعمالات، مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل، قد يجود البخيل، هذه يقولون للتقليل. نعم.